تدعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا. تعادل الترجي الرياضي التونسي مساء اليوم السبت مع مضيفي شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة هدف مقابل هدف في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وسجل هدف الفريق الجزائري المهاجم السابق للنجم الساحلي كريم العريبي من علامة الجزاء في الدقيقة 15 قبل أن يعدل زياد المشموم النتيجة في الدقيقة 82. بهذا التعادل ينفرد فريق باب سويقة بصدارة المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط بعد فوز وتعادل، في حين رفع شباب بلوزداد رصيده إلى نقطتين بعد تعادلين. وفي إطار منافسات ذات المجموعة تعادل النجم الساحلي اليوم في بوتسوانا مع نادي جالاكسي بهدف لهدف ورفع رصيده إلى نقطتين، بينما بقي الفريق البوتسواني في المركز الأخير بنقطة وحيدة. إخوانا ما تنسوش باش تدعمونا بجامل الفيديو، أبوني للشان باش يوصلكم كل جديدنا، والسلام عليكم.